السلام عليكم. حد النهارده مميزه طبعا بحضور خاص للانسه لولو، هي هتنط في خلقتنا دلوقتي بس مش مهم. المهم ان احنا قاعدين، مش هينفع وراحت لولو في صقيع اللي احنا فيه ده، الواحد بيصيبه حاله من حالات الاكتئاب بسبب دخول الشتاء والجو المغيم، زائد الاكتئاب اللي بيصيبه بسبب الواقع البائس اللي هو عايش فيه، زائد ان هو بيلاقي بقى انه خلاص نهايه السنه وفي موضوعات كتير قريناها وتكررت، في حاجات كتير كانت خيبات امل في رحله القراءه بتاعه السنه، فعشان كده الواحد بيبقى عايز يقرا حاجه تشده وتخليه يكملها للاخر، بس في نفس الوقت ما توجعش دماغه، ما يكونش فيها موضوعات ضخمه او قضايا خطيره او الفاظ دراميه وعبارات نانا والكلام ده. عشان كده انا في الحاله دي بلجأ دايما للادب البوليسي، حاجه لطيفه كده وظريفه وفي نفس الوقت تبقى ممتعه جدا. النهارده هكلمكم عن اعمال الكاتبه السويديه كاميلا لاجبرج، قريتها خلال الشهر اللي فات وعجبتني جدا. كاميلا لاجبرج هي كاتبه سويديه شابه، اساسا كانت بتدرس اقتصاد وبتشتغل في الاقتصاد بعد كده، ولكن في مره قررت ان هي هتلتحق بورشه لتعليم كتابه الروايه البوليسيه. الموضوع ده كان نقله في حياتها، بدات بعده كتابه الروايات البوليسيه الناجحه جدا. الجدير بالذكر ان السويد هي موطن الكاتب الكبير الراحل ستيج لارسن، صاحب ثلاثيه الميلينيوم، فتاه لا يحبها الرجال وفتاه لعبت بالنار وفتاه في عش الدبابير. ولكن على الرغم من ان هما الاثنين من نفس البلد ورغم ان هما الاثنين بيكتبوا ادب بوليسي، الا ان هما مختلفين تماما، حتى مسرح الاحداث مختلف. رغم انه لارسن كانت احداثه كلها بتحصل في ستوكهولم، احداث كاميلا لاجبرج كلها بتحصل في بلدتها الام اللي هي اساسا منها، بلد اسمها فاجلباكا، واتمنى ان انا اكون بنطقها صح. اهم ما يميز اسلوب كاميلا لاجبرج في رايي هو بساطته، اسلوب بسيط وسلس وسهل، ما فيهوش ادعاءات كبيره وما فيهوش اشياء ضخمه كده، ولا في ان هي بتحاول تناقش حاجه ما حدش ناقشها قبلها. هي بتتكلم في احداث عاديه بتحصل وسط ناس عاديين في مكان عادي، الثيم العادي للاحداث طبيعي ومنطقي، وده بيخليك طول الوقت مقتنع باللي هي بتقوله، مهما بقى كانت الحاسه اللي هي تتكلم عليها بعد كده بشعه وصعبه وقاسيه وغير قابله للتصديق، هتلاقي ان هي لا انت مصدقها، لان مش معقول واحده بتتكلم بالهدوء والبساطه والرزانه والمنطق ده تيجي تضحك عليك انت او تشتغلك. زي ما بيقولوا less is more، فدايما كل ما كانت العمل بسيط تحكم الكاتب فيه وفي الحبكه بتاعته بتكون اكبر. ده بقى هنا بيظهر حرفانه كاميلا لاج. طبعا فكره السلسله هي كروايه بوليسيه، هي يعني كل قصة أو كل رواية بتكون فيها قصة مختلفة وحدث مختلف، ولكن مع استمرار الأبطال وتطور الخط بتاعهم، الخط بتاع أحداثهم هو نفس المكان اللي هو فاجلباكا، مع نفس الجو العام بتاع السويد، الجو الساقع الهادي اللي هو أي حادثة بتحصل فيه بتفرقع جدا لأن هو مش متعودين على الكلام ده. في روايتها الأولى أميرة الجليد بتبدأ كاميلا تعرفنا على الأبطال اللي هيكملوا معانا بقية السلسلة. البطلة كاتبة اسمها إيريكا بتدور على فكرة أو حدوتة جديدة تبدأ تكتبها في كتابها الجديد، تظهر نفسها فيها ككاتبة مختلفة بعد كم الكتب الكتير اللي كتبته، يعني كبايوغرافيز بتحكي فيه بس حيوات ناس تانية. والبطل باتريك محقق بوليسي ذكي جدا، قدراته اعلى بكتير جدا من المكان اللي هو عايش فيه، حتى اعلى من رؤسائه في المكان ده، ولكن للاسف ما عندوش فرصه ان هو يظهر ده بسبب ان هو عايش في مكان هادي جدا ما بيحصلش فيه اي حاجه، في نفس الوقت محطم عاطفيا بسبب مشاكل حصلت في علاقه زواجه الاخيره. تبدا الاحداث تسخن لما نلاقي ان البطله إيريكا بالصدفه اكتشفت جثه صاحبتها الانتيم الوحيده في خلال فتره طفولتها كلها، موجودة في بانيو بيتهم اللي هي مفروض ما بتجيهوش لان هي مش عايشة هنا، هي عايشة في العاصمة ستوكهولم مع زوج غني جدا وحياة سعيدة جدا كل الناس بتحسدها عليها، موجودة في البانيو متجمدة وعدى على وفاتها اكتر من يوم. نبدأ بقى هنا تتشد إيريكا الموضوع وتحاول تكتشف هو مين اللي ليه مصلحة ان هو يقتل صاحبتها دي وليه. في الجزء الثاني من المجموعة الايدي الموهوبة نبدأ نلاقي تطور ملحوظ في أسلوب كاميلا، في تفاصيل أكتر موجودة في الرواية، في علاقات عائلية متداخلة ومعقدة، وفي جريمتين حصلوا وبيتم التحقيق فيهم بالتوازي، رغم أن واحدة فيهم كانت حصلت من حوالي 20 سنة في السبعينات، والحادثة التانية لسه حاصلة دلوقتي باكتشاف ولد صغير لجثة بنت كانت مخطوفة موجودة على الشاطئ عريانة وعلى جسمها أثار تعذيب. يبدا باتريك يحقق في القضيه، تبدا طبعا إيريكا بتنط معاه علشان تحاول تكتشف ايه اللي حصل، يحاولوا يشوفوا ايه اللينك ما بين الحادثتين دول.
بالتزامن مع ده بيحصل حادثه اختطاف او اختفاء لبنتين تانيين في المدينه اللي هم عايشين فيها، فنلاقي ان الموضوع كبر وهما بس مش بيدوروا على واحد خطف واحده كده بس لمجرد التسليه، لا ده في هدف ورا الكلام ده، يعني جريمه ليها ترتيب وليها ابعاد اكتر من اللي واضحه بالنسبه لهم. بين الماضي بقى والحاضر وبين الاساطير وبين المعجزات وبين الايمان المطلق والكفر المطلق، بيحاول باتريك ان هو يعرف هو ايه اللي بيربط الجرائم اللي مفيش اي رابط بينهم غير ان هما بس تم اختفائهم من نفس المدينة، لكن بنات مفيش حاجة تربطهم في الشكل، في المظهر، في الجوهر، في العيلة، يعني بيحاولوا يحددوا البريفرنسز بتاعت الخاطف ده او المجرم ده ومش عارفين. حلو قوي في الرواية دي انه كاميلا فعلا اظهرت تحكم واضح جدا، بالذات في الاجزاء اللي كانت فيها بتمشي على الخطين الفلاش باك، رغم ان هو التكنيك احنا قلنا قبل كده ان هو بيبقى صعب نسبيا، ولو ما بتمش ربطه كويس كده والحبكة بتاعته كانت مظبوطة بيبقى ملوش لازمة وبيبوظ الرواية، الا ان هي فعلا اظهرت حرفنتها. الجزء الاخير من المجموعة او الجزء الاخير اللي تم ترجمته من المجموعة، هي مجموعة بتضم اكتر من 8 كتب تقريبا، صدر عن دار نشر مختلفة نفس جودة الترجمة، وان كنت بشوف ان التنسيق بتاع الكتاب كان افضل فعلا في الجزء ده، هي رواية الولد الخفي. بتدور احداث الجزء الثالث في اطار تاريخي شوية، لما بيتم اكتشاف جثة باحث في التاريخ رجل طاعن في السن بعد وفاته بحوالي 3 شهور، فضل خلالها الجثة موجودة في بيته محدش بيروحه، ما عندوش قرايب وما عندوش حد بيهتم بيه، رجل باحث تحديدا في التاريخ اللي هو الحرب العالمية الثانية والنازية، كل اصابع الاتهام بتشير الى الاحزاب النازية الجديدة او الجماعات النازية الجديدة اللي بتطالب برحيل كل ما هو ليس سويدي او كل ما هو ليس اوريجينال والكثير من الافكار العنصرية. نلاحظ في الجزء ده ان الكاتبة بتبدأ بقى تعرض الاراء وتفندها وترد عليها من خلال الشخصيات المختلفة اللي كل واحد فيهم بيتبنى رأي مختلف. الحقيقة ان التاريخ رغم ان هو بيضفي قيمة كبيرة جدا على الرواية الا ان هو مصيدة فخ، ممكن بهفوة بسيطة او بغلطة بسيطة الكاتب ما ياخدش باله منها الرواية تروح في داهية، سواء بان هي تبان ان هي اعمق واهم واعظم مما هي عليه في الحقيقة، وده بيحصل كتير جدا جدا، او بان هي تبقى مكررة وبتتكلم في موضوعات اتهرست 60 مرة قبل كده. لكن الحقيقة ان كاميلا لاكبرج في الولد الخفي قدرت ان هي تناقشه من منظور مختلف بطريقة جديدة ومن غير ما تقع في الاخطاء الاكليشيهية اللي كتاب كتير محترفين عنها بيقعوا فيها. واني طبعا بشوف ان الفترة دي فترة مثيرة جدا للاهتمام وجذابة، وبما ان كل الفلاش باكات اللي في الرواية كانت بتاخدنا للفترة دي، فانا شفت ان الرواية دي كانت اعظم جزء في السلسلة حتى الان. اتمنى ان بقيت اعملها تترجم قريب لان هي فعلا كاتبة مميزة جدا. بس كده اتمنى تكون الترشيحات اللي في الحلقة دي عجبتكم، واتمنى ان هي تقدر تطلعكم من المود اللي انتم موجودين فيه وتدخلكم في واقع مختلف ومميز وجذاب ومشوق وكل الحاجات دي. وبس استنونا الاسبوع الجاي في حلقة جديدة من دول كتب. شكرا.